السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحضرنا لكم موقعا جميلا، هذا الموقع رائع يا أصدقاء. سنقوم بطريقة التسجيل. هذه طريقة التسجيل أصدقائي في الموقع. تضع اسم المستخدم، رقم الهاتف، كدير 132 هنا في المغرب، وكدير البريد، كدير هنايا كلمة المرور، إعادة كلمة المرور، ثم كلمة المرور صندوق، ونسجل وسنرجع إليكم. كما ترون أصدقائي الموقع جميل، تقوم بالإيداع، يعني هنا الانسحاب، هنا الرصيد، يعني عندك هنا 30 مهمة. ندخل إلى الـ VIP 1، يعني ابتداء من $10 يعطيك 35 مهمة. يعني 35 مهمة تبدأ من $10. هذا الموقع جميل وفيه ربح كثير ودير ضجة على اليوتيوب، سنشرحه نحن جميعا ونستفيد. محد الموقع ما زال جديدا. ستدخل إلى هنا وتنسخ رابط المحفظة. سننسخ الرابط المحفظة ونذهب إلى محفظة البينانس، وسنقوم بالإيداع من محفظة البينونس. سنقوم بذلك، نقوم بالسحب من هنا. عندما يعود النت سأرجع إليكم أصدقائي. قمنا بالإيداع أصدقائي كما ترون. ها هو، سيتأكد معنا الطلب. نرجع قليلا حتى يتأكد معنا. ها هو في دور المراجعة، 10 USDT في الموقع. ننتظر قليلا حتى يرجع معنا الموقع. هنا ننتظر، المرجو الانتظار قليلا. أنا قد وقع لي يعني مشكل في التسجيل وقطعته وعادته من جديد، ولكن للتوضيح أصدقائي، للتوضيح فقط. نضغط هنا، سأوقف الفيديو حتى أصلح الأمر وأرجع إليكم. كما ترون هو وصلنا الإيداع. عندما يصلنا وصلنا الإيداع، نضغط على الوسط على مهمات. هي وصلتنا 10 USDT كما ترون أصدقائي. نبدأ بالمهمات. تضغط على مهمة، هذه اللي في الوسط، هذه الخانة اللي في الوسط، هذه الخانة اللي في الوسط. ننتظر قليلا، ليس هنا. يعني نهبط تحت. سأوقف الفيديو حتى نضغط هنا أصدقائي. نهبط إلى تحت، نرجع ثم نهبط إلى آخر الخانة تحت. هنا نضغط هذه الخانة الصفراء هنا، ثم تقدم الطلب. تضغط على مهمات، هذه اللي في الوسط، ثم نقدم المهمات. تعمل تقديم. سأترجم الصفحة كي يظهر لنا كل شيء بالعربية يا أصدقاء، كي يفهم الجميع. وحاليا أسحب، يعني أترك $10، لن أسحبها. هكذا تقدم الطلب، تضغط على تقديم الطلب كما ترون أصدقائي. بهذا الشكل نقدم الطلبات. يعني هذا موقع راه رائع وراه دير ضجة في اليوتيوب وفيه ربح كثير. تضع $10، يمكن لك تسحب منها $20 بدون منازع، وكل ما درتي يعني المبلغ كبير تستفيد مزيان. كل ما كان المبلغ كبير كتستفيد رائع. موقع كيعطيك 35 مهمة، يعني موقع راه جميل أصدقائي بدون منازع. كتهود لتحت كتمشي المهمات. أنا عاد عرفت طريقة الاشتغال لأنني جربته من تلقاء نفسي. أجرب يعني يمكن لك السحب راه فيه فوري، يعني في البلاصة كيكون السحب. هذا الموقع جميل، موقع استثماري رائع يا أصدقاء.
يمكنكم يعني أن تستفيدوا من هذا الموقع. هنا الطلبات، تضغط على تأكيد الطلب، يؤكد معك الطلب. 35 طلب كما ترون، 35 طلب. سأقوم بتكميل الطلبات وسأرجع إليكم كما ترون أصدقائي. عندما يكتمل الطلب سأرجع كما ترون أصدقائي. لقد أكملنا الطلبات هنا. هنا أكملنا الطلبات، يعني إذا بغيت رابط الإهالة سأترجم مرة أخرى كي يفهم الجميع. ها هو الموقع، نضغط هنا حتى نرى. هنا 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 نرى، هنا ننتظر، هنا ثم نهبط هنا. يعني بغيت دير رابط الإحالة، ها هي دعوة الأصدقاء هنا، تضغط هنا وتدعي الأصدقاء، تجي لهذه الخانة هذه وتضغط على هذا الرابط وتشاركه مع الأصدقاء. كل شخص دعوته تأخذ عليه $1.27 كما ترون. ها هي المكافأة لدعوة جديد، كل صديق يدخل النشاط في هذا المشروع يأخذ $1.27. يعني الطريقة راه واضحة هنا. من تريد أن تنفذ لهم مهمة تضغط هنا وتضغط على هذه الخانة تنفيذ المهمة. أنا أكملت المهمات، سيقول لي لقد أكملت 35 مهمة. هذا اليوم الثاني، أنا أجرب كي أرى الأرباح، هل فيه أرباح أم لا، كي أنزل الفيديو يكون صادقا. ننتظر قليلا حتى ننظر في هذا الطلب. قال لقد أكملت، أنا استخدمت الطلبات. إيوا هادشي اللي كاين أخوتي في هذا الفيديو. والسلام. ولا بغيتي السحب تضغط على هنا، يعني ملي تسحب تضغط على هذه الخانة وتضغط على الانسحاب. هنا كيقول لك أضيف تغيير هنا سجل الانسحاب. هنا الانسحاب، هنا عندما تريد أن تسحب هنا تضغط هنا تقديم، كدير هنايا تربط المحفظة USDT. سنربط المحفظة ونرجع نمشي البينونس وسنربط محفظة البينونس، يعني USDT 20 أمامكم أصدقائي. سنربط المحفظة، نضغط على هنا على محفظتي، ثم نضغط على إيداع. هنا ندير USDT TRC 20، نرجع حتى لا نقوم بأي غلط. دائما أي موقع قبل أن تقوم بالإيداع عليك أن قليلا مشكل فيها TRC 20. هنا نضغط رابط المحفظة ثم نرجع إلى الموقع ونربح. سنربط المحفظة هنا. سنربط هنا المحفظة، نضغط على هذه، قلك إضافة، ننتظر ونعيد مرة أخرى. هنا قلت أضيف، أضيف المحفظة. هنا نترجم كي نفهم جيدا. عنوان المحفظة، نضع عنوان المحفظة هنا ونضغط على يقدم. لقد ربطنا المحفظة كما ترون أصدقائي، قمنا بربط المحفظة. ها هي المحفظة، ثم سنرجع نقوم بربط. ها هي، نرجع إلى الموقع. ما رأت ربطنا المحفظة، هي محفظة USDT. هنا يعني إذا بغيت تسحب، أنا لن أسحب الآن حتى أجمع، سأستخدمه هنا. هنا كلمة مرور الصندوق،
هنا كلمة المرور الصندوق، هنا كدير المبلغ، هنا تضع المبلغ، هنا مثلا 11 دولار، مثلا 11 دولار بهذا الشكل، 11 دولار، كدير المبلغ اللي عندك هنا وتسحب بكل سهولة. أنا الآن لن أسحب، أنا أريتكم الطريقة فقط أصدقائي. الموقع رائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.